شبه المضجع هي للشهادة منذ كانت أرضنا وستبقى دوما للشهادة تنزع هادي ووجدي. تنحضروا اليوم هذه الوقفة وحنا حزنين، ولكن في الحقيقة الشهيد إسماعيل هنية الذي سار على درب الشهداء هو الله تعالى أنا له أمنيته التي كان يتمناها وهي الشهادة، ولكن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وأول كلمة نوجهها للكيان الصهيوني الغاصب ولأعوانه وأتباعه وعملائه الذين يخدمونه ولا زالوا يثقون في قدرته وعلى أنه الجيش الذي لا يقهر، نقول لهم إنه كلما اغتلتم وزدتم في الاغتيال كلما روت أرض فلسطين بدماء الشهداء الزكية التي ستنبت المقاومين وستقلب كل المفاهيم الموازين ضد هذا الكيان الغاصب في العالم ليقتنع أن القضية الفلسطينية قضية عادلة وقضية الشعب هي قضية احتلال، الشعب الفلسطيني هي قضية احتلال، وأن المقاومة لن تنكسر ولن تنكسر، ويكفي صمودها هذه العشرة أشهر التي كان العدو وكان الغرب لا يظن أنها ستصمدها. اليوم الأربعاء 31 يوليوز 2024 أمام سوق الأحد بأكادير، هيئات سياسية ومدنية وجمعوية تنظم هذه الوقفة، الوقفة رقم 30 على مستوى أكادير الكبير للتنديد باغتيال صباح اليوم، اغتيال رمز من رموز المقاومة في فلسطين ألا وهو إسماعيل هنية. إسماعيل هنية غني عن التعريف، رئيس حكومة سابق بفلسطين، رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، وصلته أيادي الغدر بمدينة طهران الإيرانية وهو يقوم بمهمة دبلوماسية لتمثيل الحركة في مراسيم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. ما ذنب هذا الرجل الذي اغتالته أيادي الغدر في غرفة نومه بصواريخ مباشرة؟ أكيد أنه إسماعيل هنية كان ينتظر دائما خلال مساره وخلال عمره كاملا حوالي 62 سنة ينتظر هذه اللحظة التي وقعت اليوم، وأنا على يقين بأن حركة المقاومة الإسلامية لم تخسر يعني شخصا، بل خسرت رمزا وقياديا كبيرا في الحركة، نسأل الله تعالى أن يتقبله بطبيعة الحال، وهذا ما في ذلك شك من الشهداء. من طوفان الأقصى نقف اليوم بعد اغتيال الشهيد القائد أحد قادة المقاومة الفلسطينية إسماعيل هنية، نقف اليوم لنقول كفى 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 من هذا الظلم السافر في حق المقاومة في حق الفلسطينيين، نقف اليوم دعما للشعب الفلسطيني، نقف اليوم لنقول لحكومتنا المغربية وللدولة المغربية كفى من التطبيع، يجب وقع كل العلاقات، نقف اليوم لنقول كل أحرار العالم شكرا على تضامنكم، شكرا على خروجكم، شكرا على دعمكم لهذه القضية الفلسطينية الباطلة، نقف اليوم لنؤكد ثقتنا في الله تبارك وتعالى بأن المعركة معركة حق وأن النصر قادم وأن الهزيمة ستؤول على إسرائيل وأن إسرائيل سوف إلى الزوال وأن المقاومة ستستمر إن شاء الله حتى النصر والتمكين والتحرير. ونقول للجميع شكرا لكم على دعمكم، ونقول للإعلام الهادف شكرا على التفاعل وعلى التغطية، وتقبلها من الجميع.